توفيق جبران ضيفه لعامر اليوم بمحطة ميجا والحديث عن معرض خاص بالتكنولوجيا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. مرسي ريما. لكن مثل ما قالت لنا ريما أنه ضيفنا اليوم عزيز على قلب ميجا لأنه معني بهالشؤون هيدي، حنتعرف عليه أكثر. بس قبل مثل ما وعدكم معرض التيرميوم، خلينا نشوف روبورتاج قصير عنه ونرجع لضيفنا. شو؟ مش جاهز. بسيطة بتصير على الهواء دايما. دايما. صباح الخير توفيق. صباح النور. لكن مثل ما عرفتك ريما، توفيق جبران من قناة أبو ظبي الفضائية. نعم. توفيق، أنت عندك واحد من أهم البروجرامات المعنية بشؤون المعلوماتية بالعالم العربي وبالعالم إذا فينا نقول. بدك تحكي عنه أول شيء ولا بنحكي عن التيرميوم ولا شو بتحب تبلش؟ اليوم بدك لألك أنا ضيفك وأنت بتأمر. طيب خلينا نبلش لكن بالتيرميوم قبل ما يكون جاهز التقرير. صحيح. حضرتك جيت مشان تغطي وقائع تيرميوم جايتكس 2002 ببيروت، ودائما لك زيارات لبيروت بهالتنسيق او بهالخصوص هذا، فاذا فيك تخبرنا شوي عن التيرميوم ونظرتك البروفيشنال شوي لهالنوع من المعارض. مثل ما ذكرت عامر بالضبط، نحن فريق عمل برنامج كليك من قناه ابو ظبي للسنه الثانيه على التوالي بيكون بتيرميوم جايتكس ببيروت. السنة التيرميوم مختلف إن كان بالموقع الموجود فيه ببيال، لأنه موقع بروفيشنال أفضل من السنوات الماضية والناس بيرتاحوا أكثر بزيارته. صار أوسع كمان 14,000 متر مربع. صحيح. شغلة مهمة. صحيح. مع مواقف سيارات كمان. صحيح. زادت أكثر وأكثر من استقبال العالم و 150 شركة. نعم. يعني أكيد هو مثل ما بيقول المنظمين من أهم أو أهم معرض بمنطقة الشرق الأدنى والبحر المتوسط. نعم. أكيد بيجي من بعد جايتكس دبي، هو اللي هو الأساس الأفضل بالشرق الأوسط والأكبر كمان. نعم. أنا بدي أقول مبروك للمنظمين لأنه اليوم نحن باليوم الثالث أو الرابع. صحيح. وناجح المعرض بالزوار، ومتوقع أكثر 55,000 زائر يمكن بنهاية المعرض. لكن للأسف على طول وضع المعارض من هالنوع، بتعرف عالميا الماركت للمعلوماتية والتكنولوجيا شوي داون. السنة الماضية بتذكر مثل هالسنة بالتحديد كنا موجودين وكنا بعد 11 سبتمبر وعتلانين هام وما عم نعرف إذا المعرض رح يمشي ولا لا. سنة موجودين بأجواء ضرب العراق وإن شاء الله ما بيصير كمان بيأثر، بس رغم هالشي المعرض عم بيكون وعم بيستمر، وبقول مبروك للمنظمين. طيب بجولتك توفيق على المعرض، هل لاحظت يعني إقبال عربي عليه، إقبال أجنبي على المعرض؟ غير الوفود الرسمية المشاركة أكيد اللي هي الكورية والفرنسية. صحيح. بالنسبة للإقبال، أنا لأنه عم كون بداخل المعرض عم بتشوف مهتم أعمل لقاءات وغطي الستاندات الموجودين، ما عم بقدر أعرف الإقبال. يمكن رح نتلاقى اليوم بمسؤولين بيعرفوا أكثر. لكن الشركات العارضة هي شركات لبنانية بتمثل شركات عالمية كمان حلوة ومتنوعة بين التقنيات، بين الاشياء اللي بيستعملوها الناس بين هاردوير وسوفتوير. صحيح. في تنوع، اتصالات كمان متنوعه، لبنان نشيط جدا بالاتصالات، في تنوع كبير، الشوبر كمان ممتاز، وهي دعوه يمكن للمشاهدين اللي بيهتموا بانه يشتروا امور باسعار مفيده. الشوبر كثير كبير للمعرض اسعار خاصه. طيب لكن بتصور يمكن صار جاهز التقرير، بركي بنشوفه سوا بنرجع بنكمل حديثنا. أوكي. يلا. المعرض هو من الساعة 3 لل 10 كل يوم، نحن السنة الماضية عملناه من 12 لل 9، بس لقينا إنه من 9 لل 10 عم يجي عالم كثير، عملناه من 3 للساعة 10. والمعرض ببلش مثل ما حكينا اليوم وبينتهي الأراد نهار الأحد، آخر نهار للمعرض الساعة 10. ومثل العادة المعرض أكيد في ندوات يومية وفي مفاجآت عم تصير كثيرة، وفي بروموشنز يلي بحب يجي يشتري بالكمبيوتر شوبر كمان، كل الشركات عاملين بروموشن كثير مهمة. PCs, notebooks, printers, كل الاكوبمنت يعني فيهم يجي يشتروها باسعار كثير حلوه. سعادة النائب سيرج تورس سركيسيان، عم نشوفك بمعرض للتكنولوجيا، اعطينا رايك شوي بهالمعرض وبنتائجه اذا فينا نقول من بكير هلا يعني. هلا ليك مش رح اقدر اعطيك نتائج يعني بصوره حاسمه وجازمه لانه انا ماني اخصائي كمبيوتر يعني، بس فيني اقول لك انه فعلا في مستوى يعني متطور جدا، خاصه انه اللبنانية عموما كلهم بيحبوا هالأجواء التكنولوجية،
وكلهم عم بيتقربوا وجيل ورا جيل عم بيكون قريب اكثر وعالم اكثر بهالتكنولوجيا هاللي جديده لالنا. هل العالم كلهم سبقونا لهلا، وبعتقد انه اهم شيء يكون في توجه معين من بعض الهيئات وبعض الهيئات الحكوميه نحو تشجيع هالقطاع تنوصل ايضا نحن انه نكون ما راح نكون منتجين 100% يعني بهالقطاع، بس جزء منتجين ونشارك بهالانتاج التكنولوجي العالمي. مشاركتنا بالمعرض بتجي من كوننا موجودين مع البارتنرز تبعنا، مع شركاء مايكروسوفت، بتقديم الحلول بمجالات مختلفه، سواء كانت مجالات البانكينج او الهيلث كير او الجوفرمنت او النيو تكنولوجيز اللي هي ريليتد للانترنت. طبعا كل سنه بنكون موجودين، سواء كنا بفيزيكال بريزنس مثل السنه هيدي او بمشاركتنا مع شركائنا، لحتى نقدم ونأكد للكاستمرز تبعنا بلبنان، للزبائن بلبنان، انه نحن موجودين هون لخدمتهم بمجال المعلوماتية. كيف بتشوف المعرض وتأثيره على السوق اللبنانية وعلى السوق العربية من بعد السوق اللبنانية؟ ما تنسى سايبيريا احدى اكبر شركات الانترنت بلبنان ومن احدى اكبر شركات التكنولوجي الموجودة بلبنان، وترميوم بحد ذاته هو من اكبر المعارض التكنولوجي الموجوده بلبنان واذا مش بالشرق الاوسط يعني، والليفل فيري بروفيشنال ليفل، فما فينا ما نكون موجودين بقلبه يعني. السنة في اشياء كتير حلوة جديدة من باكات بيل، هي هالبي دي ايز الصغيرة شايفينها هون تنشيل، الحلو بيركب عليها عدة كونكشن مثل الجي بي ار اس. جي بي ار اس شو يعني؟ في عندك ام اس ان، فيك تضلك كونكتد وين ما تكون بالسيارة، تشاتنج مع مين ما كان انت بالسيارة او عم تتمشى 24 على 24، بتحط لها الكات من ورا بتصوت جي بي ار اس، واذا فتت على المكتب فعندك عدة طرق تنقل المعلومات على بالمكتب، يا على الانفراريد، يا اما بتحط لها كات واي فاي وايرلس لان، يا اما كات تاني بلوتوث، يعني بتقلب على ثلاث اشياء، جي بي ار اس، واي فاي او بلوتوث. واخف بي دي اي موجوده بالعالم 145 جرام، وبيركب لها لكن هدول الاكسسوارز بالزايد، ام بي 3 بلاير وفيديو بلاير، فيها فول كل الاوبشنات الاوديو فيديو. يعني مايكروسوفت عودت دائما باشياء جديده، شو بتوعد المشاهدين تعولنا من هلا لاخر السنه او اول السنه الجاي باشياء جديده من مايكروسوفت؟ الاشياء الجديده هي كلياتها ريليتد للبرودكتيفيتي تبع اليوزرز، ريليتد لفهم اكثر للزبائن تبع مؤسسه معينه. يعني اليوم قد ما بنفهم زبوننا قد ما بنقدر نقدم له خدمات اضافيه. كل البرامج الجديده مايكروسوفت بتركز على موضوع فهم الزبائن بشكل افضل، تامين خدمات اكثر بيقدر يستعملها الموظف ليخدم زبونه بشكل افضل. وطبعا المواضيع الجديده هي هالربط بين الموبيليتي وبين البيرسونال كومبيوتينج، يعني عم بيكون عندنا وسائط توصيل معلومات مباشره اكثر او طرق اكثر لنوصل معلومات لزبائننا. شكرا لكم ولفيوتشر بتواجدها بالمحلات الدقيقه وخاصه باجواء تكنولوجيه وشبابيه، وشكرا. المعرض مكمل لنهار الأحد. نرجع لضيفنا العزيز توفيق. شو حابب تعلق بسرعة على اللي شفته هلا؟ يعني حكيك أكدناه بالروبورتاج إذا فينا نقول، شو حابب تزيد عن الترميوم بحد ذاته؟ الحابب زيده يمكن طلب أنه البروموشن أو ترويج المعرض يمكن بده أكثر، خصوصا بالعالم العربي. يعني حلو، يعني بلبنان في كتير أشياء بس ناقصنا بروموشن، مش بس على الصعيد التقني، على صعيد كل الاشياء، لكن بالتحديد اذا عم نحكي عن تيرميوم وعن بيروت السنه،
تسويق أو ترويج التقنيات والمعلوماتية بلبنان بدأ أكثر، لأن أنا عايش خارج لبنان وبعرف الفيدباك كيف بيوصل شوي ضعيف. من هيك نحن هون يمكن لنروج أكثر، وأنت موجود بالفيوتشر كمان تروج أكثر. ولأنت عندك شهر الجاي خفصة قوية اللي هو جايتكس دبي. دبي صحيح، يعني هذا كثير في بقلبه شغل، يمكن نسبة للحضور العالمي له شغل كثير مهم. جايتكس دبي على صعيد كل الشرق الأوسط والخليج، كل المهتمين بيعرفوا ده مهم. ونحن زرنا ببرنامج كليك عدة دول عربية، زرنا الأردن، زرنا مصر، زرنا قطر، زرنا السعودية، وشفنا الموضوع على صعيد المسؤولين والمؤسسات فظيع وجميل جدا، لكن الوعي على صعيد المستخدمين قليل. هذا يعني بحسسنا بالمسؤوليه الكبيره. الوعي التقني ولا الوعي العام؟ الوعي التقني والوعي العام. يعني انا اكتشفت من برنامج كليك بهالسنوات 2.5 اللي اشتغلنا فيهم انه المعلوماتيه والتكنولوجيا بطلت رفاهيه. بالماضي واحد عنده كمبيوتر ينبسط، بس اليوم اصبحت حاجه وضروره، لانه الشباب الجديد الطالعين اذا ما راح يكونوا كثير إن مثل ما بيقولوا بنمزح فيها الكلمة لكن صحيحة فبقى رح يتخطاهم الزمن. يعني الوظائف يعني أنا بشجع الأهل يشجعوا أطفالهم وأولادهم من اليوم والمدارس يعلموا كمبيوتر، يدخلون أكثر بالتقنيات وبالتكنولوجيا، وكتير مفيدة. بناخذ دعوة عامة لكل المشاهدين هيدي، صحيح أنه مثل ما ذكرت أنه بركي يشجعوا أكثر. طيب توفيق، قديش بتشوف الدول العربية بهالجولات اللي عم تعملها لتغطية بعض الوقائع لبرامج لبرنامج كليك، قديش بتشوف التكنولوجيا متقدمة بهالدول؟ كنت عم بقول برجع بعيد، على صعيد المسؤولين والدول في وعي. يعني الحكومات الإلكترونية عم تنتشر من الإمارات إلى بيروت إلى الأردن إلى كثير من الدول، لكن الصعيد الشعبي والمشكلة يمكن الاقتصادية أهم شيء. إذا شخص ما قادر يشتري كمبيوتر يحطه ببيته ما رح يستفيد من كل هالأمور، خاصة الجادجتس الجديد، التليفونات الجديدة، مزبوط. يعني لازم يكون في خطة عامة يمكن من الدولة تساهم بتنزيل أسعار الديفايسز ليقدروا يستفيدون. بالأردن في خطوة جميلة جدا عم بيعملوا مثلا مشروع اسمه كونكتنج جوردانيانز، بسيرفرز موجودين بالأحياء بين المدارس. يمكن بلبنان بحاجة لهالموضوع، لأن كل العالم العربي اقتصاديا منه كتير قوي. من هيك في هذا العائق الأساسي هو الاقتصاد. طيب لكن نحن حنرجع معك لعلاقتك الشخصية بالتكنولوجيا، بس قبل خلينا ننتقل شوي لكليك. يعني المشاهدين أنت بغنى عن التعريف وبيعرفوك، وذكرت كذا مرة هلأ كليك. خلينا نحكي شوي كليك بدايته وسبب تعلقك فيه، لأنه أنت عملت برامج كتيرة قبل كليك بس تعلقت صحيح. فيه جدا صحيح. يعني إذا بتقلنا تخبرنا شوي عن كليك، قدي صار له، كيف بدايته، وين صرنا هلأ، وكيف ليش معلق فيه أنت شخصيا؟ مثل ما ذكرت، يعني أنا مراقب كتير برامج من الألعاب للمنوعات للمسابقات للتوك شوز، لكن اليوم بكليك. كليك انطلق بشهر 2 بال2000 عبر قناة أبوظبي لما طلعت بالحلة الجديدة، ونحن يعني أنا بقول نحن، مش عم بحكي عن نفسي، عن فريق عمل متكامل للبرنامج. في المعد الأستاذ مهند أمين، المخرج طريف سيد حسن كان معنا لفترة سنتين، اليوم معنا أحمد عاطف، بنشتغل سوا بمحبة وباندفاع، لأنه عرفنا أنه في حاجة. وانطلق كليك فكرة صغيرة وكبر دون أن ندري، يعني ما قدرنا بقى نتحمل، أو تفاجأنا بالضغط الكبير، لأنه السوق الإعلامي بحاجة لإعلام إلكتروني معلوماتي، لأنه ما في برامج من هالنوع. من هيك نحن يطلق علينا البرنامج العربي الأول، يمكن زمنيا أو فعالية على الأرض، وكثير مطلوبين بالدول نغطي النشاطات ونغطي صحيح. المعارض صحيح. وكل هالأمور، وصار في علاقة مميزة بيننا وبين المشاهدين. والبرنامج الوحيد يمكن مغير عن غيره، اكيد مع احترامي لكل البرامج اللي قدمتها، لكن الوحيد اللي ما بتعطي مجهود انت كمقدم تنمق كلماتك لتعبي وقت. كل جمله وكلمه ومعلومه لها معنى بكليك. يعني ما بنقول شيء لنقول لنجمل الهوى، لكن كل شيء له معنى. يعني ما بلحق خلص كل الموجود معي مادي، لان كل شيء نتلفظه بيكون له معنى، بيكون مفيد للمشاهدين. والرسالة أصعب، لما بقول رسالة كنت أضحك شوي قبل، لما نقول رسالة إعلامية ما نفهمها كثير. رسالة إلكترونية. إلكترونية بالتوعية، وبرنامجنا منه تعليمي، لأن التعليم على التلفزيون بخوف وبيهرب المشاهد. نحن معلوماتي فقط، بنقول هالويب سايت موجود، نعطي معلومة عن هالديفايس، وأنتم عليكم تكتشفوا كمشاهدين. وبدنا نمسك العصا من النص، لأنه صعبة، صعبة لأنه إذا صعبت كثير بيهربوا المشاهدين منك، وإذا سخفت كثير المختصين بيقولوا شيء بزهق. من هيك هون كل أسبوع أنا تحدي نمسك العصا بالمنتصفة لنوصل نقدم المادة اللي بنحب نقدمها. شو رأيك هلأ المختصين
زعلوا ولا بعضهم عم يتفرجوا ولا بالنسبه لنا؟ لا انا بفتخر انه بعضهم عم يتفرجوا. كبرى الشركات تعرف دبي اصبحت اليوم كل الريجنال اوفيسز موجودين بدبي، علاقتنا معهم جيده جدا، مايكروسوفت بيعطينا اكسسوفيتي على طول نطلع باشياء جديده قبل ما يطرحوها بالاسواق، الشركات الاخرى اتش بي كومباك انتل احسن ما انسى، كل هالشركات بيكونوا بكليك اول ما اول برودكت بيعطوه او باول ما بيطلقوا بالاسواق. يعني انا من اللي بيتفرجوا على كليك اصلا يعني. وهذا فخر كبير لي وعامر بدي اشكرك صراحه لانك انا بنبسط وبفرح لما بشاهدك من ابو ظبي عم تخدم السوق المعلومات والتقنيه بلبنان. يعني لبنان بحاجه. هدفنا واحد وفي يمكن مثل ما قلت مش التعليم لكن توجيه الالكتروني والمعلومات الصح. مزبوط. يعني انا بشكرك لحضورك لبيت لنا الدعوة. خلينا بس قبل ما ننتقل لعلاقتك الشخصية مع التكنولوجيا لأنه بلش وقت يهمنا، خبرنا بس قبل ما تاخذ فرصة كليك صار عندك شغلة هيك خبرية مهضومة، خبرنا عنها شوي. نحن أطلقنا مسابقة ببرنامج كليك، أي من الموقعين تزور أكثر، استمرت يمكن شهرين ونص. نعم. كان في تصفيات على شكل المونديال اذا بدك، وصلنا بالنهايه بالاسبوع الاخير قبل الاجازه بين مكتوب دوت كوم ونسيج دوت كوم. كانت منافسه حاده وهون وصلت لنتيجه انه بالعالم العربي للاسف ما حدا بيقبل يكون رقم اثنين، على طول بده يكون رقم واحد. صار في ضغط هائل على الكمبيوتر على التصويت على الويب سايت اللي هو كليك دوت اي اي على السيرفر وصار داون وما قدرنا نوصل لنتيجه، صار في زعل شوي من الشباب المشاركين، لكن رح نرجع ان شاء الله نعيد التصويت بالموسم الجديد ونشوف كيف، يعني اذا مره قلنا واحد رقم واحد واحد رقم اثنين بالمره المقبله رح تتبدل المواقع، يعني شوي الروح الرياضيه تكون اكثر. بتذكرنا بالموسم الجديد كليك بتوقيته وامتى ببلش؟ كليك رح يكون ب يوم الجمعة، هو كل يوم الجمعة الساعة 10 بتوقيت بيروت، الساعة 11 توقيت الإمارات، في عنده إعادة الخميس الظهر 12 توقيت بيروت، وحدة توقيت الإمارات، رح نبتدي مباشرة بحلقات مباشرة مش الأسبوع المقبل الجمعة المقبلة، الجمعة اللي بعدها. أكيد الترميوم. بكون رجعنا على أبو ظبي، أكيد ترميوم كمان رح نغطيه، نحن تخطيطنا للمعارض الهدف منها المعلومات أكثر من الحدث، يعني نحن بنعرض الحلقة بعد الحدث، لكن الهدف المعلومات الموجودين فيه مش الحدث بحد ذاته. نعم. بدي اقول لك شغله قبل ما تختم، عارف رح لازم نختم. لا بدي احكي انه هيك علاقتك بالتكنولوجيا قبل ما نختم. قبل علاقتي بدي احكي عنك. أوكي. شوي يعني عن ميجا صراحه، يعني لازم انا تمنياتي انه يكبر ميجا ويصير برنامج ويكون في وعي اكثر انه السوق بحاجه لبرامج من هالنوع. يعني انا بدي احيي ادارتي بقناه ابو ظبي اللي كان واللي فهموا علينا، يعني البرنامج طرحناه انا والاستاذ مهند امين على قنوات اخرى ما كان في بعد نظر بقناه ابو ظبي، سلقونا وكان البرنامج، ان شاء الله بالمستقبل بتلفزيون يعني المستقبل يكون في برنامج كامل لهالموضوع. بالمستقبل كنا من الاولين اللي بيطلقوا بلبنان هيك برامج، وان شاء الله نكمل. وشكرا لرسالتك. لا صحيح، بحس واجب انه اقول هالشيء، ماني عم بجاملك ابدا لانه السوق والتلفزيونات والاعلام بحاجه، لان احنا كليك وحده ما عم نلحق، بدنا حدا وتصير منافسه حلوه. نحن الوقت دهمنا للاسف، كنا حابين نحكي شوي عن علاقتك بالتكنولوجيا مش مشكله، المهم التكنولوجيا بحد ذاتها. بس بدي اياك تذكر مشاهدين شوي باليو ار ال تبعكم مشان يفوتوا لعندكم. نحن موقعنا كليك دوت اي اي دوت اي. لكن بشكرك مره ثانيه لحضورك. شكرا عامر، بتمنى لك كل التوفيق بكليك. ضيفنا كان توفيق جبران، لنا الشرف باستضافته، برنامجه معني بالمعلوماتيه وهدفه توجيه مش التعليم، توجيه الالكتروني والمعلوماتي. كان معنا كمان تغطيه لبعض وقائع الترميوم، الخميس الجاي حيكون بعد كمان معنا شويه صور من الترميوم واخبار ثانيه. بتمنى لكم تمضيه نهار ممتع مع بقيه فقرات عالم الصباح، انا بشوفكم الخميس الجاي.